واحد بيقول أرجو أن أعرف لماذا قال السيد المسيح هذه الآية، وماذا كان شعوره قبلها، وما هي حاجته لكي يقولها؟ مجدني أيها الآب المجد الذي كان لي عندك. أنا قلت لكم الكلام ده، بس اللي بعت السؤال ما كانش واخد باله. قال الكلام ده وهو في طريق الصلب، يعني أعطني أيها الآب أن أكمل هذه الرسالة وأن أتمجد بالصلب، أتمجد من ناحية أني أكمل العدل الإلهي بأن العدل والرحمة يتلاقيان على الصليب، وبأني أتمجد بأني أملك على خشبة، وأتمجد من ناحية أني أخلص العالم. يعني لذلك قلت لكم قبل كده أنه هو في طريق الصلب، قال الآن يتمجد ابن الإنسان، يعني داخل على مجده اللي هو مجد الصليب، مجد الفادي المخلص الذي من أجل هذا قد ولد وسمي يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه.